الأخبار، عارفين بقى الـ اسمه إيه؟ خبير الزلازل الهولندي والهندي بالحالة دي. بس هو من الصبح كمان في أخبار كتيرة قوي على إنه تم غلق بعض الشواطئ الساحلية في مصر، وإنه بتتكلم جمصة، بورسعيد، المدن الساحلية. وليه؟ علشان الأخبار بتقول إنه في توقعات بحدوث زلزال في البحر الأبيض. أنا ليه بقول أخبار؟ لأنه عايزة أقول لكم على حاجة. عايزة أقول لكم إنه في اجتماع النهاردة كان مهم جداً لدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية. ربنا معاك، أنت ملفك تقيل قوي. النهاردة اجتمعت بست محافظين عشان موضوع الشواطئ، وعشان كمان تشوف أو تتابع إيه اللي بيحصل وإيه أخبار الزلازل، وده ما هيبقى مردوده إيه، وتجهز إزاي. يعني أقصد إنه في حالة من الاستعداد والمتابعة من قبل الجهات الحكومية، لأن عملت ده بعد توقعات حدوث زلزال في البحر المتوسط. خليني أرحب بالدكتور علي قطب على التليفون. مساء الخير دكتور علي. مساء النور يا أستاذ عادل. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فن دكتور علي. أولا درجات حرارة عالية جدا بشكل غير طبيعي، وده بيقولوا إن هي بسبب الهند، موسم الهند والحاجات الخاصة اللي هي بتجينا من بره. الحاجة التانية فكرة الزلازل واللي موجودة في البحر المتوسط، فكرة أيضا أنه غلق الشواطئ الساحلية في مصر. إيه الموضوع؟ بص يا أستاذ عزة، الموضوع يعني واخد أكثر من محور. أولا مفيش حاجة اسمها توقع بالزلازل، دي غير واردة في علم الفلك والجيوفيزيكس أبدا، لكن في رصد للزلازل، ومرصد حلوان الفلكي هو المسؤول والمنوط برصد الزلازل. ولم يحدث زلزال في البحر المتوسط، لكن ما يصار من ما يصار من شائعات، وان الرجل الهولندي وان هو بيتوقع في زلازل، ده امر غير علمي وغير مدروس. تمام. ولكن في عشوائيه طبعا يعني. في هذه نقطه، عشان يتوقع ان في زلزال فهيرفع الموج، ده طبعا مش واقعي، لكن لو في زلزال بالفعل هيرفع الامواج، وهنلاقي في ارتفاعات كبيره للامواج. طيب امال اللي بيحصل في بورسعيد وغلق الشواطئ ديت؟ أيوه. في حاجه اسمها ظاهره المد والجزر، دي بتخص البحار والسواحل، ودي ظاهره ثابته موجوده، وارتفاعاتها وانخفاضاتها معلومه لدى الجميع، وبتقاس من هيئه المساحه، وبالتالي في المد والجزر. طب انت شايفها حاصله دلوقتي ولا مش حاصله؟ موجوده يا فندم، موجوده، لكن هي في تزايد شويه. معناه ايه التزايد؟ معنى التزايد ايه؟ ان تجاذب الارض مع الشمس دي بتعمل لي مد وجزر، وتجاذب القمر مع الارض في مد وجزر. يعني ايه مد وجزر؟ يعني الميه تزيد على الشاطئ ده مد، الميه تنحصر وترجع بعيدا عن الشاطئ ده جزر، يعني انحصار ورا. كل ما كان قوه التجاذب كبيره في منطقه محدده، كل ما يكون بتحدث هذه الظاهره بشكل ملحوظ. يعني ممكن حضرتك او اي واحد، لما بيتم غلق بعض الشواطئ الساحليه نتيجه ارتفاع الموج، فمعنى كده انه ده حصل ارتفاع الموج محدد؟ لا، يعني في ارتفاعات للموج قد تتجاوز الثلاث امتار، ده لو في منخفض جوي او في زلزال حدث ممكن يوصل لخمسة متر، فدوت يعني بيبقى فيه طيارات. ايه يخلي زلزال يحصل في البحر المتوسط او في اي بحر؟ سريعا منطق الزلازل معلومة لدى كافة المسؤولين في معهد مرصد حلوان الفلكي، ولكن التنبؤ بيها غير وارد نهائيا. مفهوم. ايه اللي بيخليه يحصل؟ مش بتكلم على التنبؤ، طاقة. ايه اللي بيحصل يخلي يحصل زلزال في اي بحر؟ لا، ما هو الزلزال بيحدث نتيجة شروخ موجودة في باطن الارض، سواء كان في البحار او في اليابس، فهي طاقة كامنة موجودة. ولذلك البركان الذي حدث في جنوب إيطاليا في جزيرة صقلية، أيوة، هو تنفيس للطاقة اللي موجودة في داخل باطن الأرض في هذه المنطقة. أيوة. وبالتالي ده رحمة من ربنا للسادة المواطنين
على ان خرجت هذه الطاقه في شكل رماد بركاني وحمم بركانيه، ودي اللي ممكن يكون لها تاثير في منطقه الجزيره والمدن القريبه منها او الدول القريبه منها زي تونس او ليبيا. فهذه المنطقه قد تتاثر بهذه الحمم البركانيه. التاثر يا دكتور علي بيكون ازاي من الزلازل اللي بتحصل في البحار؟ تاثر البراكين ديت لما بتطلع بيطلع رماد بركاني بيأثر على حركه الطيران، فبالتالي المنطقه التي تكون فيها حركه الرماد البركاني لا يجب المرور بطيران فوق هذه المنطقة. يعني هي بتأثر على الجو فقط؟ لا، دي حاجة. الحاجة التانية بأثر على تضاريس البحر، لأن هي موجودة في البحر وبالتالي بيطلع منها معادن مختلفة، حديد ومنجانيز وفوسفات وكبريت، فبتغير في التضاريس وبالتالي التضاريس بتتغير وبالتالي بتبقى بتعمل مصدات للرياح. لأن منطقة بتبقى ساخنة جدا 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 والبحر درجة حرارة سطح المية مثلا على سبيل المثال في البحر المتوسط معروفة من 22 ل 24 درجة مئوية. لما نلاقي درجة رماد بركاني أو حرارة طالعة بتوصل ل 400 درجة مئوية، فرق درجات الحرارة بيعمل تيارات هوائية وبحرية موجودة في المنطقة دي بتقل كلما بعدنا عن هذه المنطقة. وبالتالي الانحسار اللي حدث على مدينة بورسعيد ده طبيعي جدا جدا ان يحدث، لكن لم يحدث زلزال في هذه المنطقة. بدليل اسألوا مرصد حلوان الفلك، هل تم رصد زلزال في هذه الفترة؟ لا اكيد لو تم رصد كانوا اعلنوا، بس انا كان مهم افهم من حضرتك التفاصيل دي. الجو هو اللي بيتاثر من المناخ طبعا، دي تاثير والتغيرات المناخيه والنشاط البشري للانسان والتغيرات المناخيه دي اللي كل سنه بيحدث اجتماع دولي سنه وبيحضروا رؤساء الدول. هو سبب طيب الناس طبعا، الناس الطبيعيه ممكن تتاثر بالبراكين او الزلازل اللي بتحصل في البحار بتأثير غير مباشر. بمعنى ايه يا استاذ عزه؟ يعني النهارده الرماد البركاني ده عندما يكون هناك كتل سحابيه موجوده في منطقه ما فبيحدث ارتفاع وبخر هذه العمليه فبتسقط معها امطار، هذه الامطار بتكون امطار حمضيه وبتكون في غير توقيت نزول الامطار، ما غير توقيتها طبعا ملهاش دعوه بسقوط الامطار. معنى احنا في نفس الفتره الزمنيه اللي احنا بنعيشها دي ودرجه حراره بتصل ل 40 درجه مئويه وطقس شديد السخونه في جنوب فرنسا. قال لك الهند الموسمي لا، من الهند الموسمي ده موجود عندنا وعلى الهند وعلى الجزيره العربيه وتحديدا جنوب اليونان. لكن انا بتكلم في نفس التوقيت اللي فيه درجه حراره، لما بيحصل اي كتله سحابيه بارده في هذه المنطقه من عمود الهواء بيحصل بتتكون سحب ركاميه رعديه وبتسقط امطار غزيره. وده اللي بيحدث في جنوب اوروبا. تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور علي قطب استاذ المناخ، بشكرك شكرا جزيلا.